النهارده احنا طالعين بالرساله العاجله والرساله التحذيريه اللي بثتها وزاره التموين لفئه من المواطنين عبر بنايه صرف الخبز. الفئه دي مهدده بايقاف بطاقاتهم التموينيه قبل اسبوع من شهر رمضان اذا لم ينفذوا التعليمات اللي موجوده على البون. احنا دلوقتي بنقول ليه قبل اسبوع من شهر رمضان؟ كلنا عارفين طبعا ان شهر رمضان ده يعني هو بيزيد في الاستهلاك، وبالنسبه لنا السلع والعيش هم اهم حاجه عندنا في رمضان. طب لو انت دخلت شهر رمضان ولقيت البطاقه ولا بتصرف عيش ولا بتصرف سلع، ده هيكون لسبب واحد بس، ان انت ما قدمتش للوزاره اللي هي محتاجاه منك. اللي محتاجاه منك الوزاره كتبته لك على بون صرف الخبز. فالناس ما تصرفش العيش وترمي البون بقى اللي هو الورقه الصغيره اللي بتطلع من المكنه دي، ما تصرفش العيش وترميه، لا لازم يتقلي جيدا الفتره دي. يا ريت كل حد صرف العيش الفتره ديت يراجع كده، يقوم دلوقتي الناس اللي بيتابعونا لو صرفتوا عيش النهارده او امبارح قوموا اقروا بون صرف الخبز، شوفوا مكتوب عليه ايه، ومؤكد ان انتوا هتلاقوا رساله على بون صرف العيش مكتوب عليها التوجه لمكتب التموين لتقديم اقرار باثبات الدخل او مفردات المرتب، امر ضروري وامر الزامي ان حضرتك تروح الجهه اللي انت شغال فيها تستخرج اقرار بمفردات المرتب وتقدمها لاقرب مكتب تمويني او للمديريه التابعه للمحافظه اللي انت فيها. ده قدامك ان انت تعمل الكلام اللي احنا بنقوله ده في 11 يوم من النهارده لحد يوم 25/3. لو ما عملتش الكلام ده اذا هتحط نفسك في وضع حرج جدا، ولا هتعرف تصرف عيش ولا هتعرف تصرف تموين بسبب انك هتلاقي البطاقه بتاعتك موقوفه على السيستم والمكنه ما بتقراهاش وما بتقراش البيانات بتاعتها ولا بتقرا عدد الافراد ولا الحصه المقرره ليها بناء على عدد الافراد. اذا امر الزامي مهم جدا لكل الناس اللي ظهرت لهم الرساله يعملوا اللي مطلوب في الرساله، واللي ما ظهر لهمش الرساله يتبعوا ويقروا جيدا بنات صرف الخبز، اصبحت دلوقتي امر هام جدا، اتبعوها ونفذوا كمان التعليمات اللي عليها، لان دلوقتي الوزاره زي ما قلنا لحضراتكم بتقوم بعمليه لضبط منظومه التموين، وده الهدف من كل ده هو الابقاء فقط على الفئات المستحقه والاولى بالرعايه في منظومه الدعم، علشان يعني كل اللي بتهدف ليه الحكومه ووزاره التموين ان الفئه في فئات كتير من الناس خارج منظومه الدعم، هم عايزين يدخلوا الفئات المستحقه للتموين. وكمان امر مهم ان كل من يحصل على التموين وهو غير مستحق هيتم حذفه من منظومه الدعم او هيتم ايقاف بطاقته التموينيه، وده بناء على معايير كتيره جدا ومحددات استبعاد. بدات بايه؟ بدات بحذف اصحاب الدخول المرتفعه، اصحاب الدخول المرتفعه او المرتبات المرتفعه. الوزاره طبعا شايفه ان اللي بياخد مرتب عالي لا يحق ان هو يصرف الدعم التمويني. طب ايه هو المرتب العالي؟ ايه رقمه؟ يعني لسه ما اتقالش الرقم اللي بناء عليه هيحصل جرد لكل من قدم مفردات مرتب للمديريات ولمكاتب التموين، وما بعد 25 مارس هنعرف كم مواطن قدم مفردات مرتب لوزاره التموين وكم مواطن هيتم حذفه من قاعده البيانات بناء على ان هو هيكون من اصحاب الدخول العاليه. اذا في نهايه اللايف ده هنقول لحضراتكم اتبعوا تعليمات بنات صرف الخبز جيدا ونفذوها، واللي ما بيجيلوش رسائل يقرا البيانات والمعلومات اللي مكتوبه على البون لحد ما يجيله الرساله ويشوف مطلوب منه ايه، يقدم صوره من الحيازه الزراعيه مثلا لو هو من اصحاب الاراضي، ولا يقدم صوره من مفردات مرتبه، ولا يقدم صوره من اذا كان عنده سيارات مثلا بموديلات مختلفه. هنشوف ايه المكتوب على البون ونتبعه ونقدم اللي مطلوب ده لمكاتب التموين على مستوى المحافظات. امر مهم برضو ان انت لما تستخرج مفردات المرتب من جهه عملك مش هتقدمها لاي مكتب وخلاص، انت هتقدمها للمكتب التمويني التابع ليك. يعني لو البطاقه من مركز معين في اي محافظه هتقدم البطاقه دي للمكتب التمويني في المركز او في القريه او اقرب مكتب تمويني ليك يكون تابع لمحافظه صدور البطاقه التموينيه. وبكده يا ريت كلنا بناء على هذه النصايح والتعليمات نتبع بنات صرف الخبز جيدا، ومن ظهرت له الرساله قدامك 11 يوم علشان تضمن ان البطاقه بتاعتك مستمره في صرف العيش وفي صرف السلع دون اي توقف. وان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد بخصوص بيانات منظومه دعم التموين وكل ما هو يتعلق بالبطاقات التموينيه. استنونا في لايفات جديده عبر منصات جريده الوقت.